بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي في فيديو شرح تثبيت الخلايا في الإكسل. هنتمرن النهاردة على تثبيت الخلايا ونفهم يعني إيه تثبيت الخلايا. بداية كده، الخلية هي في الإكسل هي تقاطع العمود، ده العمود اللي هو الرموز بتاعته A B C D E F، الحروف ديت مع الصف، يعني تقاطع العمود مع الصف يدلنا خلية. الخلية ديت بيكون لها اسم هنا كده، وليكن مثلا C3 اللي هي فيها رقم 10، دي تقاطع العمود مع الصف. لو العمود ده اللي هو الإي مع الصف ده اللي هو 4 يبقى E4، الخلية دي اسمها E4. لو وقفت على كده هتلاقي مكتوب هنا E4. الخلية ديت لها أربع أنواع من المراجع بتاعتها. في مرجع نسبي لما تكون مكتوبة كده زي A1 ماشي، من غير أي علامات استدراسيين عليها، A1 زي لما نضغط على الخلية دي كده نلاقي مكتوب H3، ده مرجع نسبي. مرجع نسبي هنفهم دلوقتي يعني ايه لما ندخل على المثال بتاعنا ونطبق المعلومة. لو مكتوب S$ قبل رمز العمود، قبل الايه او البي او السي او الدي، يبقى هنا في تثبيت مطلق للعمود، ومفيش S$ قبل الرقم 1 اللي هو رقم الصف، يبقى الصف بتاعي نسبي. طيب لو S$ قبل الصف، قبل رقم الصف، والايه او البي او السي اللي هو رمز العمود مفيش قبله S$، يبقى العمود هنا نسبي والصف هو اللي مطلق. مطلق يعني متثبت، متثبت تثبيت للصف. طيب لو اسم الخلية في 2 علامة S$، يعني S قبل العمود، قبل رمز العمود، وS قبل رمز الصف، فده معناه ان الخلية ديت متثبتة تثبيت كامل، وده اسمه مرجع مطلق او ابسوليوت. هندخل على المثال عشان نفهم الكلام النظري ده. الكلام النظري دايما بيكون كده يعني يحتاج الى امثلة توضيحه. احنا عندنا بعض الوحدات التي يمكن ان تباع، وعندنا بعض العملاء ابراهيم وسلمى ومحمود وعاصم ومحمد ماشي، وعندنا مبيعات في شهر يناير وشهر فبراير وشهر مارس، وفي اجمالي للمبيعات بتاعة الشهور تحت هوت ماشي، والاجمالي بتاع المبيعات بتاع المندوبين دولت او العملاء دول ماشي. سعر الوحدة 10 هو كمثال يعني، خلاص. فاحنا عندنا ابراهيم باع في يناير 2 وحدة، وفي فبراير 3، وفي مارس 1، 2 و3 5 و1 6. المفروض هنا يظهر رقم 6 لما اعمل دالة الجمع التلقائي، او دالة الجمع تعالى نستخدمها، ادي يساوي سم SUM هي يعني المجموع، افتح قوس واحدد دول ماشي، انتر، ظهر معايا رقم 6. انا عاوز رقم 6 ديت ماشي، عدد الوحدات 6 دي عدد الوحدات. انا عايز الاجمالي مش بتاع الوحدات، الاجمالي بتاع سعر الوحدات، يعني هو باع كام، باع بكام ماشي. فهضرب الستة دي في العشرة، في رقم العشرة اللي هي في سعر الوحدة، يبقى ده كده هروح اضربه في ضرب، هي علامة الضرب اللي هي ديت في الاكسل، الستارز ديت اللي هي يعني مفيش في الاكسل علامة الضرب اللي هي الاكس بتاعتنا العادية ديت، لا العلامة بتاعت الضرب هي الستار دي. وهروح احدد الخلية دي، خد بالك الخلية دي مكتوبة في المعادلة بتاعتي C3 مش متثبتة، يعني المرجع بتاعها نسبي تمام. وهضغط انتر، قال لي فعلا ده 60، 2 و3 5 و1 6، مجموعهم 6 في 10 ب60. المفروض ان انا لما اسحب الخلية ديت خانة واحدة لتحت كده، المفروض ايه اللي يحصل قبل ما اسحب؟ انا ما سحبتش، انا سبت تاني، تراجعت تاني. المفروض ان 2 و3 5 و4 9، 9 في 10 يدينا ايه 90. المفروض يظهر هنا 90 لما اسحب. طيب انا هسحب المعادلة هوت كده، ظهر 0 ما ظهرش 90. ليه؟ مع ان هنا 60 المعادلة مظبوطة. تعال ندخل على المعادلة ديت نضغط عليها كده، ها المفروض ان دي 6 الى دي بي 6 لدي 6 اللي هو النطاق ده هوت ماشي، في
C3، C3 اللي هي سعر الوحدة. طيب ده بالنسبة للصف الأول. الصف الثاني ليه ظهر صفر؟ لأن ببساطة من B7 لD7 اللي هو التلاتة والاتنين والأربعة، النطاق ده مجموعه 9، راح ضربوا في ايه؟ ضربوا في C4، C4 اللي هي الخانة دي، الخلية بتاعت اللي تحت العشرة، اللي بين العشرة وفبراير، مكتونة باللون الأخضر كده، الحواف بتاعتها هيت ماشي. ليه هو انتقل وساب الخلية اللي فوق ديت ونزل لتحت كده؟ لأن أنا سحبت المعادلة كلها، فسحب الخلايا اللي هي كل اللي بيؤثر في المعادلة بتاعتي الصم الفانكشن، فنجي لتحت. ولو سحبت كمان مرة اداني خطأ اللي هو ده ماشي. ليه الخطأ ده؟ لأن هو ساب برضو C3 اللي أنا بضرب فيها وراح ضرب في C5، C5 لأنه نزل لتحت خطوتين. ولو كملت سحب لتحت هنا هيظهر رقم. ليه هيظهر رقم؟ لأنه هيجمع 2 و3، 5 و3، 8، وهيروح يضربهم في ايه؟ تعال نشوف كده ضربهم فين. في C6، 8 في C6 دي المتلونة بالأخضر دي، الحواف بتاعتها هي ظهرت اهيت، C6 يبقى 8 في 3، ظهر معايا رقم 24. ولو سحبت كمان مرة كده لتحت 2 و3، 5 و2، 7، في 3 ب21 لأنه ضرب هنا في C7. طبعا النتائج دي كلها خطأ ما عدا أول واحدة. والحل الفعلي اللي بيقدمه لنا تطبيق الإكسل المحاسبي هو تثبيت الخلايا. ان انا اعمل تثبيت هنا، انا ممكن اعمل تثبيت كامل. طبعا هروح لاول خلية خالص، امسح ده كله كده ديليت من لوحة المفاتيح. هروح للمعادلة دي والسي تلاتة ديت، انا عندي حل من 2، انا هسحب لتحت، هسحب لتحت، يبقى المفروض اثبت الصف. يبقى انا ممكن اعمل تثبيت للصف، الصف هنا اللي هو 3، اضغط على F4 وانا واقف عند الخلية كده، مرة 2، بس مرتين 2، هو كده ثبت لي الصف اللي هو 3 مش هينزل لتحت. وطبعا العمود عشان انا بسحب رأسي فالعمود مش هيتأثر معايا. ده حل، وتعالى نجربه وبعدين نشوف الحل التاني. اضغط على انتر واضغط اسحب لتحت كده، الحلول بتاعتي كلها مظبوطة اهيت، والمعادلات مظبوطة، واي معادلة تدخل عليها هتلاقي السي 3 ثابتة ما اتحركتش من مكانها ماشي. ده الحل الاول. الحل الثاني همسح الكلام ده، ان انا اثبت الخلية كلها، اعمل لها مرجع مطلق، يعني الاس دولار ساين تكون قبل العمود وقبل الصف، وده يعني احوط ماشي، اس قبل العمود واس قبل الصف. انتر، وهنا اسحب فبيبدأ يظهر معايا النتائج كاملة ومظبوطة. طبعا لان 2 و3 5 و2 و7 في 10 اللي هي دي ب70، لو دخلت على الخلية هتلاقي هو الضارب في ايه؟ في C3 المتثبتة، ما تزحزحتش من مكانها مع السحب بتاعنا، لان احنا مثبتينها. ده معنى التثبيت. ده كان التثبيت الكلي والتثبيت الرأسي اللي هو تثبيت الصف. تعال نشوف التثبيت الافقي. لو انا عايز احسب اجمالي المبيعات في شهر يناير، يعني 2 و2 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 دولت 5 2، يعني 10. المفروض ان انا هعمل صم يساوي صم، هختارها من هنا، اضغط تاب من لوحة المفاتيح واختار النطاق بتاعي، المجموع ده هوت، انتر، ده 10. لو اتحركت كده دول كام؟ 15. ولو اتحركت سحبت كده دول كام؟ دول 12. خلينا نمسح دول عشان احنا عاوزين مش الاجمالي بتاع الوحدات ده، احنا عاوزين الفلوس كام، ده بعنا بكام. يعني العشرة دي المفروض اضربها في 10 في سعر الوحدة. تعالى نضرب الخلية ديت، هروح على الاخر كده واعمل علامة الضرب اللي احنا تعلمناها اللي هي ستار ديت الفي، واروح احدد الخلية دي انا هضرب في C3 في سعر الوحدة. انتر، هيظهر لي 100 ماشي. طيب لو اتحركت كده
هنغلط نفس الغلطة اللي غلطناها المرة اللي فاتت، ماشي، ان هيظهر لي صفر مع ان 3 و3 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 دول 15، المفروض ان اضرب في 10 يظهر لي 150، ولكن هل هو ضرب في السي 3 اللي هي ب10؟ لا، ده انتقل للدي 3 لان اتحركت كده من اليمين للشمال، فهو ساب الخلية ديت اللي هي سي 3 وراح حتى شوف هعمل لي عليها باللون الاخضر اهو دي 3. ولو اتحركت كمان مرة كده، سحبت كده من مقبض السحب كده كده، وصلت لهنا ودخلت على الخلية دي، شوف الأخضر راح فين، ضرب في ايه، في الخلية دي. طبعا ده الخلية بتتحرك معايا كده كل ما اسحب في الاتجاه ده. طبعا الكلام ده يبوظ لي الحسابات بتاعتي خالص، وما ينفعش، لابد من تثبيت الخلية، يا اما تعمل تثبيت كامل للخلية، يا اما تعمل تثبيت نسبي يكون فيه هثبت هنا العمود ومش هثبت الصف. تعالى نمسح الكلام ده ونجرب الحلين برضو، كله تدريب. الحل الاول انا هدخل على المعادلة ديت، عذرا، والسي 3 دي هقف فيها كده وهعمل لها تثبيت كامل اهوت، اس دولار ساين قبل السي واس دولار ساين قبل الثلاثة وانتر، وبعد كده هسحب المعادلة مرة اتنين. ال150 دي ضرب في ايه؟ في السي 3. ال120 دي ضرب في ايه؟ في السي 3. انا عندي كده الشغل بتاعي مظبوط 100 100، ماشي. امسح دول واجرب الطريقة التانية اللي هي اعمل المرجع بتاعي جزء نسبي وجزء مطلق. هدخل على المعادلة، انا عاوز اثبت ايه؟ اثبت السي، يبقى هقف هنا عند الخلية واضغط على F4، هنا كده اثبت الثلاثة اللي هو الصف وساب العمود. لا طبعا مش ده اللي انا عاوزه، ده غلط، انما كده حط الاس دولار ساين قبل السي، يعني قبل اسم او رمز العمود، والثلاثة يعني فيها نسبيا كده المرجع بتاعها نسبي، وده صح. تعالى نضغط كده ونسحب نشوف هيعمل ايه كده، وبعدين كده هنا 150 ضرب في ايه؟ ضرب في السي 3. طيب ده ضرب في ايه؟ عدد الوحدات في ايه؟ في السي 3، لان السي انا ثبت العمود وقلت له لما اتحرك بالاعمدة انت ما تتحركش، السي يفضل ثابت، ماشي. وبكده نكون النهاردة في الفيديو الحالي عرفنا معلومة عن المراجع، انواع المراجع في الاكسل، في خلايا الاكسل، المرجع النسبي والمرجع الجزئي نسبيا وجزئي يعني مطلق، والمرجع المطلق كامل اللي هو المتثبت تثبيت كامل بعلامة اس دولار ساين. طبعا الاس دولار ساين ديت يعني بتختلف حسب تسمية الاعمدة، شرحناها في الفيديو اللي فات تسميات الاعمدة، ممكن حضرتك ترجع عليه في نفس السلسلة ديت، ماشي. واتعلمنا دالة صم النهاردة، وعرفنا ازاي نعمل تجميع لبعض القيم، وازاي ان احنا نضرب في سعر الوحدة، لو سعر الوحدة ثابت ماشي هيشتغل معانا، لو سعر الوحدة ده اتغير في يوم من الايام واصبح ان هو الوحدة لا مش ب10، لا دي ب11، ماشي، كل الارقام بتتغير وكل النتائج بتتعدل، صار في يوم من الايام 20، كل الارقام بتتعدل، حصلت المعجزة والموضوع الاسعار نزلت وبقى ب5، كل الاسعار بتتعدل بكل الامكانيات. ما تنساش تشترك في القناة وتتابع الفيديوهات وتعمل لايك وكومنت، يعني ياريت ان حضرتك تترك تعليق ولو يعني تعليق بسيط. بكم نستمر ونرتقي ونتقدم. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.